تحت رعاية رئيس الجمهورية، أطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد، وذلك اعتبارا من الأول من الشهر الجاري ولمدة شهر. المبادرة تأتي بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد، وذلك لتوفير كافة المتطلبات المدرسية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك مع الاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية وبأسعار مخفضة. بعد استعدادات وتجهيزات كبيرة، أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد، وتستمر فعاليتها على مدار شهر لتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأنواعها المختلفة بتخفيضات تصل نسبتها إلى 30%. مبادرة كلنا واحد دي بتعتبر من أكبر المبادرات الاجتماعية اللي بتطلقها الدولة، وبحس ان هي تعاون ما بين منظومه العمل الامني والعمل المجتمعي. احنا بنشارك بادوات مكتبيه ومدرسيه، وبنشارك بزي مدرسي وملابس واحذيه مدرسيه. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. هذه المرحله من المبادره تشهد مشاركه واسعه من السلاسل التجاريه والكيانات الصناعية والمكتبات الكبرى، حيث تشارك 38 كيانا وسلسلة تجارية و814 منفذا، فضلا عن وجود 6 معارض رئيسية و17 معرضا فرعيا بالشوارع والميادين الرئيسية على مستوى الجمهورية، جميعها موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت، تتوفر فيها كافة الاحتياجات المدرسية بالأسعار المخفضة. أول يوم دخلت أنا انبهرت بصراحة، انبهرت بالأشياء اللي موجودة، وانبهرت بالعرض الحاجة، وانبهرت بجودة الحاجة اللي هي محطوطة للجمهور. شغل ممتاز صراحة. احنا بنشكر المبادرة ونشكر سيادة الرئيس ان هو عمل لنا الحاجات الحلوة دي، للأمانة حاجة جميلة وتشرف بلدنا كلها. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. الإقبال كبير من المواطنين منذ اللحظة الأولى لإطلاق المبادرة لتلبية متطلبات أبنائهم، مستفيدين من التخفيضات التي أتاحتها وزارة الداخلية، والتي اعتادت مع بداية كل عام دراسي أن تسهم في رفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور. صدقت جدا من الأسعار، في تخفيضات 20 و25 و30، وإن شاء الله بجيب حاجة أولادي كلهم من هنا، والحاجات جميلة ما شاء الله والكواليتي بتاعتها عالية قوي. بنشكر سيادة الرئيس طبعا على المبادرة دي، احنا شايفين طبعا عندنا هنا الحاجة الحمد لله متوفرة وموجودة، وفي تخفيضات جميلة جدا، والأسعار يعني الحمد لله في متناول المواطن الطبيعي العادي. بالتوازي مع انطلاق المرحلة الثالثة والعشرين من المبادرة، تواصل وزارة الداخلية توفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع تحت مظلة مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60%. احنا مستمرين في المبادرة ان احنا نوفر السلع الاستراتيجية والأساسية الهامة او الخاصة بالمنزل بنسب خصم كبيرة تصل إلى 50 أو 60%. كما تستمر منظومة أمان في توفير السلع الغذائية عبر منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 1026 منفذاً، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. كما قامت منظومة أمان بإعداد وتجهيز حقائب مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن. شعب وقيادة وشرطة، إحنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. الدور الاجتماعي والإنساني في المنظومة الأمنية في مقدمة أولويات وزارة الداخلية، وهو ما بدا واضحا من خلال مبادرة كلنا واحد وحرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد. تتسم المستلزمات المدرسية المعروضة في إطار المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بأنها ذات جودة عالية وأسعار مخفضة، وهو ما تسعى إليه وزارة الداخلية من هذه المرحلة من المبادرة، تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية مع قرب حلول عام دراسي جديد. عبد الله بركات،
التلفزيون المصري.